في هذا المكان في معهد إصلاح الأحداث أو ما يسمى بالإصلاحية، طفل سجين لا يتجاوز 12 من العمر. ذنبه الوحيد أنه حلم مع والده ببلد آمن فلجأ إلى لبنان متخطيين الحدود العراقية، فكان نصيبهما خلف القضبان. أول شيء حنبدل اسمك لأنه ما فينا نقول اسمك الحقيقي، بننقي اسم تاني. شو الاسم اللي بتنقيه؟ عادل. ليه أنت موجود هون؟ جيت خلصا من العراق، فزت على سوريا بعدين رجعت على لبنان. هنونيك يعني العراق ما في أمان. إلك قدي هون بالإصلاحية؟ بالإصلاحية بين 14 وبين 15 هيك. كنت بسيرة طرابلس بعدين مع رومي وجيت على الإصلاحية. بعد فترة كتير قصيرة من دخوله الإصلاحية صدر قرار من القاضي الجزا بالبترون بإخلاء سبيله. وجدنا حالنا قدام مشكلة، إذا في حدا يستلمني يعني بطلع عندي إخلاء سبيله. هاي طب هو شو عمل لحتى يقعد بالإصلاحية؟ لحتى يضل بالإصلاحية، نحن حاضنينه ومخلينه عنا لحتى لنهتم فيه ونقدر نقدم له الأفضل، بس هل هيدا الأفضل لإله؟ أكيد لا، في خيارات أخرى. ما حدا بيجي يشوف إله، كل واحد يجي أهله لهون بعد مصير تحت أنا طلع فيه يعني هيك. هيدا عند أهله يعني يا ريت يعني حلم إنه يجوا أهله ويشوفوني. للأسف ما شباب ننسى والعمر رايح، مرة نزعل مرة نسامح، يا رايح لحبيبي قل له الشوق بعيني فاضح، مشتاق الشوف الحبايب، شقل أم الولد غايب، والله الدنيا ما تسوى بيني وبينك ما حد راضح، بيني وبينك ما حد راضح. شبدنا نساوي شبدنا نساوي شبدنا نساوي العمر رايح. عادل ضحية عدة عوامل مجتمعة، في الدرجة الأولى هو ضحية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق باسم الحرية وحقوق الإنسان، وسوء حظه في اللجوء إلى بلد تلتبس فيه حقوق الإنسان وتغيب عنه حقوق الطفل، فاقتضت مصلحة الطفل الفضلة سجنه مع أطفال في خلاف مع القانون إلى أن يخلى سبيل والده. على UNHCR اثبت طريقة كتير أسرع بهيك طلبات، ويراعى أنه في طفل صغير ناطر مصيره معلق بمصير بيه، مصيره معلق بشخطة قلم. خلال القناة الجديد أنه بدي أشوف بيه، وبحكي رئيس الجمهورية اللبنانية مشير سليمان أنه بحب لبنان بحب ضل فيها، وحاب أقول له أنه أنا مني عم أمشي يعني مني غيبة ولا مهرب شيء ولا شيء. هاي لله معكن عادل من إصلاحية قناة الجديد. رح بتصير القضية قضية الحرية ويقوموا المظلومين.